انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا يعني ايه؟ جاهدوا، اخرجوا اخرجوا للجهاد في سبيل الله خفافا وثقالا. يعني ايه؟ معكم حمل او غير حمل، ماشي، بس في معنى اوضح. خفافا وثقالا، خفافا يعني في حالة تيسر الجهاد عليك، وثقالا في حالة صعوبة الجهاد عليك. برضو يعني ايه؟ يعني انفروا شبابا وشيوخا. يا نهار ابيض، يعني ربنا يؤمر كل الناس تطلع تجاهد، لان قد معركة مهمة، معركة تبوك. وعشان كده كان عدد المسلمين كتير جدا، كان 30,000، والاول مرة يصل المسلمون الى هذا العدد، بيحاربوا قوم لا يستهان بيهم، الروم. انفروا في وقت توافر المال وعدم توافر المال، اغنياء او فقراء. انفروا معاكم راحلة او معكمش راحلة. انفروا صعب عليكم الامر او سهل عليكم الامر. انفروا خفافا وثقالا. شوف الامر الالهي في المنشط والمكره والعسر واليسر، علشان ما حدش يعتذر بعذر غير مقبول. مش تقول بس انا عندي شويه عيال بس، يعني عايزين نربيهم بس، عندي شغل والله اصل اخلص بس المحصول واحصلكم، مش الكلام ده. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم. يعني ايه؟ يعني اللي عجز تماما انه يجاهد بنفسه، طريح الفراش مثلا، معاك فلوس؟ اه، جاهز واحد يطلع للجهاد باموالكم. انت شوف لانهي درجه، شوف قضيه الجهاد في الاسلام. بتقولش بقى الحمد لله انا طريح الفراش، انا عندي عذر، مش معاك فلوس، اديها لاخوك المسلم يجيب راحله ويجيب اسلحه ويروح يحارب مع المسلمين. يا للدرجات للدرجات. طب انا قادر تروح، واموالي تروح معاك، تجيب السلاح وتجيب الراحله وتجاهد مع رسول الله. ناس يا اخواننا باعت الدنيا، ما تتفهمش الا ناس باعوا الدنيا. انما انت بقى ممكن تحسبها، لا اصل كده كان معايا 1000 جنيه ب 500 جنيه، لا يا عم 500 جنيه العيال عايزه تدرس خصوصيه. طب وربنا يا ابني، القتال والجهاد والدين، انت كمسلم عبد لله عز وجل، اترك الدنيا وراء ظهرك. انما في ناس تتكسف تقول لصاحبها صلي، اصل واحد تريق، ده الصحابه جاهدوا يا اخواننا في سبيل الله، وانت خايف تقول لفلان اتق الله او صلي او بلاش غيبه او. لازم يكون عندنا شجاعه في الحق. خايف تواجه بعض العادات والتقاليد؟ ايه يعني المشكله يعني؟ امال هتجاهد في سبيل الله ازاي؟ ولذلك الاسلام يعلم الشجاعه والقوه. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ايه يعني فاتتك الدنيا شويه والفلوس راحت منك ونفسك نفسها ازهقت؟ ما انت لما تموت هتخش الايه؟ الجنه. تخش الجنه، والجنه افضل من الدنيا ولا الدنيا افضل؟ الجنه افضل بمراحل. في كلام، في مقارنه اصلا؟ لموضع صوت في الجنه، يعني شبر في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ومن فيه اصل الشبر باقي هيبقى، انما الدنيا هتفنى. وكل ما تشتهيه موجود في الجنه. يبقى ذلكم خير لكم ولا لا؟ خير لكم ان كنتم